أجواء مستقرة ونشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية التي ستزيد من الشعور بالبرودة في شمال المملكة. التفاصيل بعد الفاصل. متابعينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نهار اليوم سالت أجواء مستقرة بشكل عام في عموم مناطق المملكة كنتيجة لامتداد لمرتفع جوي في كافة طبقات الجو فوق الجزيرة العربية، هي ما عمل على سيطرة لأجواء مستقرة بشكل عام. لكن هذا المرتفع الجوي سيعمل على نشاط في سرعة الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية التي ستزيد من الشعور بالبرودة في المنطقة الشمالية. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع الرياح المتوقعة من نهار اليوم السبت وخلال الأيام القليلة القادمة. المرتفع الجوي يعمل مركز هنا فوق شمال شرق المملكة العربية السعودية، يعمل على نشاط في سرعة الرياح الشمالية الغربية فوق الخليج العربي، لكن تصبح هذه الرياح وتلتف حول مركز هذا المرتفع الجوي لتصبح جنوبية شرقية في عموم القطاع الغربي من المملكة العربية السعودية. هذه الرياح ستعمل على زيادة في الشعور بالبرودة خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، كما ستزيد من الشعور بالبرودة أيضا خلال ساعات نهار يوم الاثنين كنتيجة لانتشار لكميات كبيرة من الغيوم العالية بدون فعالية فوق المنطقة الشمالية الغربية والتي ستزيد من الشعور بالبرودة كما ذكرنا. نذهب الآن للعاصمة الرياضة والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الأحد 24 درجة مئوية متوقعة كحرارة عظمى، أما الصغرى 13، يوم الاثنين 23 إلى 15، وتنخفض يوم الثلاثاء تسجل 22 إلى 15 درجة مئوية. نبقى في العاصمة الرياضة والتوقعات الجوية لهذه الليلة، تسود أجواء مستقرة تفرق لبعض الغيوم، 13 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوس 12، الرطوبة منخفضة والرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. توقعات الجوية لباقي المدن السعودية اليوم الأحد نبدأها كالعادة من المنطقة الشمالية. تبوك أجواء غائمة جزئيا بغيوم عالية بدون فعالية 25 إلى 15، سكاكا 23 إلى 13، عرعر 21 إلى 10 درجات مئوية. المنطقة الغربية المدينة المنورة 28 إلى 16، جدة 32 إلى 25، مكة المكرمة 33 إلى 21، والطائف 23 إلى 13 درجة مئوية. أبها أجواء مشمسة بشكل عام 22 إلى 8 درجات مئوية، الباحة 20 إلى 10، وجازان تفرق لبعض الغيوم 31 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية مع الدمام 24 إلى 13، حفر الباطن 22 إلى 9، والإحساء 24 إلى 9 درجات مئوية. أخيرا المنطقة الوسطى العاصمة الرياض 24 إلى 13، بريدة 22 إلى 9 درجات مئوية، وحائل 22 إلى 10 درجات مئوية مع أجواء غائمة جزئيا. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.